من فعاليات موسم الرياض، رحمة رياض بتحدث حالة جماهيرية وسط الحاضرين وبتبدأ إحساس بتقديم أغنية. بتواصل فخر العراق النجمة رحمة رياض قطف ثمار النجاحات المتتالية اللي بتحققها على امتداد العالم العربي، وهالمرة الإطلالة كانت من فعالية موسم الرياض، حيث أحيت حفل ضخم مع النجم وائل فوري، حضروا الآلاف من المعجبين والمتابعين واللي إجوا من مختلف المناطق السعودية. هذا التعاون الفني بينهم اللي تكرر بأكثر من مناسبة بيحصد نجاح وإقبال وترحيب جماهيري بمختلف الحفلات. رحمة وكعادتها أشعلت المسرح ببيئة من أجمل أغنياتها اللي قدمتها بإحساس كبير وأداء متمكن، لقى تفاعل وترحيب قل نظيره، فقطعوها بأكثر من أغنية وسط تصفيق حار خصوصا بس قدمت أغنية الكوكب. يلا اسمع. رحمة رياض بتواظب وبكل إطلالة إلها على التجدد، حرصت على أنه تكون هالمرة من وحي المهرجان، كما توجهت بالشكر إلى القيمين على تنظيم الحفل، معربة عن سعادتها بتواجدها بين جمهورها السعودي اللي بتكن له محبة خاصة. بالمقابل بتواصل رحمة المشاركة ضمن برنامج المواهب عراق ايدل كعضو باللجنة التحكيم لتختار المواهب المبدعة والمتميزة متجددة بتسريحتها ومكياجها وأزيائها بالتعاون مع أهم مصممي الأزياء العالميين، حيث باتت محطة للموضة كل يوم جمعة بينتظر المشاهد بعد ما قدمت نفسها مثال للنجمة الأنيقة اللي بتجيد الاعتناء بإطلالتها، مواكبة بذلك أحدث صيحات الموضة العالمية. تعبتك يا روحي.